مروة جهزتي القهوة؟ جاهزين كل شيء جاهز؟ خلاص جاهزين أكيد. والحين بما جهزنا حياكم الله مشاهدينا من دار الشرقي من الفجيرة، نرحب بكم ونقول مرحبا ملايين بكل من يتابع قناة الفجيرة وتحديدا برنامج فوالة سواء خارج الدولة وداخل الدولة. وخلوني نمسي على زميلتي مروة يسعد مساك. يسعد مساك سهام ويسعد مساكم مشاهدينا في ثاني يوم من ايام رمضان، ان شاء الله يكون يوم جميل وكان الصيام سهل ان شاء الله، لان اليوم ثاني يوم فيكون دوم اسهل ونتاقلم على الصيام. وبنمسي اكيد ومش نوايد صحيح بنمسي على زميلتنا عواطف. حاله عواطف يسعد مساك، مساكم الله بالخير ومساكم سعيد. استانسنا امس واليوم ان شاء الله بعد بنستانس اكيد. واليوم شوف فوالتك، اليوم فوالتنا كل شيء اللي تبونه، بس رقاق فريش عندنا وفوالتنا جاهزه. يعطيكم العافيه بنات، واليوم نحاول في ركن التراث ببرنامج فوالة نسلط الضوء على الاكلات الاماراتيه المميزه. طبعا اصبح الطبق الاماراتي بالفتره الاخيره مو بس مشهور بالخليج وبالوطن العربي بل ايضا بالعالم. اليوم راح نتكلم عن هذه الاطباق التراثيه اللي موجوده لين اليوم والحمد لله ما تغيرت، ومع الاجيال نحن نتعلمها. وحلو ان نحن دائما نسلط الضوء على الامور التراثيه وعلى الاكلات التراثيه. بناخذ وصفات الخالات ويانا اليوم، خالتي ام محمد وخال ام سعيد بيعرفونا اكثر. مساكم الله بالخير. مساء الخير. وبنرجع للبنات، يعطيكم العافية سهام ومروة. الله يعطيك العافية عواطف، الله يعطيهم العافية. بنضيفكم بعد شوي اكيد طبعا تريحنا اكيد يعانين صح؟ اكيد ياتي بعد أكيد. بعد الافطار. حياكم الله مشاهدينا، اكيد بنخبركم او بنتشرف اليوم بحضور ضيوف جدد معنا متنوعين دائما بكل برنامج او بكل حلقة من برنامج فوالة. ضيفتنا الأولى او ضيفنا الأول عاش في عالم التمثيل والشهرة، عالم مغري للكثير من الهواة الذين يرغبون في تجوال أو دخول هذا العالم، لكن الامتحان الحقيقي مشاهدينا في عالم التمثيل هو الوقوف على خشبة المسرح، ويقال أن الممثل المسرحي قادر بسهولة على الوقوف أمام كاميرات التلفزيون، لكن العكس غير صحيح. ضيفنا اليوم في برنامج فوالة هو ممثل المسرح محمد الإسحاق. وايضا ضيفنا ثاني لليوم سهام، او ضيفتنا، لكل فنان اكيد ادواته، فالممثل يعبر بصوته وجسده أكيد. وللكاتب اكيد قلمه، وللرسام ريشته. وقد تطورت ادوات الفن التشكيلي حتى وصلت حد الجنون وحدود الجنون. ضيفتنا لليوم متعددة المواهب، بالإضافة إلى كونها رسامة بالفطرة فقد ورثت هذا الفن من والدها، الفنانة التشكيلية سمر كامل. يا هلا ومرحب فيكم، تفضلوا. نورتونا، حياكم الله. الله يحييك. يا هلا، أهلا بك. تفضلي. تفضل. تفضلي. الله يعطيكم العافية. الله إن شاء الله مو تعبتم. الحمد لله. مو بتعبانين أو شيء كذي، يعني جايين خلاص مروقين مستانسين كل شيء. الحمد لله. أهم شيء. الله يعطيكم العافية. نورتونا. النور لكم. خليهم يخبرونا كيف كان ثاني يوم رمضان، شو رأيك سهام؟ نبدأ المواضيع في ثاني يوم رمضان، كيف كان الصيام؟ كان سهل عليكم ولا صعب؟ أنا عن نفسي كان الحمد لله سهل جدا يعني. الحمد لله. النهار قصير لسه يعني، وكان الحمد لله. عدى كويس الحمد لله. بالضبط، وانا عن نفسي قضيتها على اساس اني جاي من دبي ما شاء الله، واليوم كله صار بالدرب يعني. جيت وما حسيت بالدرب وسوالف مع ربيعي لين ما وصلت هني عندكم. الله يعطيكم العافيه يا رب. اجواء رمضان تشوفينها مختلفه عن السابق ولا هي نفسها او محافظه ما زالت محافظه؟ اعتقد مختلفه. الدول العربيه ككل يعني؟ لا يعني أنا بالنسبة لي هتكلم عن نفسي كأني عشان من مصر يعني، فبالنسبة لي اختلفت كتير، لأن في مثلا شخصيات رمضانية دايما هتلاقيها متعلقة في أذهاننا، زي مثلا نيلي وشريهان وعمو فؤاد وكده. بالضبط، فدي الحاجات اللي كانت من زمان يعني، زي برضو كمان صوت عبد المطلب وهو بيغني رمضان جانا، فدي حاجات مش هتتغير. دلوقتي بتهيألي الوضع اختلف، الشباب اتغير وما بقاش في، مش عايزه اقول ترابط اكتر، بس ما بقاش في السحور، ما بقاش مقدس قوي، يبقى العيله كلها زي الاول مع بعض، او الفطار بتهيألي يعني. كل حاجه اتغيرت بتهيألي يعني. اكيد. نعم جميل. محمد
والله اوافقها الراي مع انه يعني انا ما بشيء بنفسي ويعني مو كبير في السن وما عشت اجواء اللي عشتوها بس حس ان اللمه فعلا يعني حتى قاعده تنقص في شيء في سر ناقص يعني في رمضان ما عاد يعني ما يعني نحس بهالطعم فعلا إنزين لأنه مو بوايد كبير خبرنا عن الألعاب اللي كنت تلعبها في رمضان ويا ربعك أنا طبعا ما كنت ممثل يعني بديت بالتمثيل بشكل متأخر لكن كنت أعشق كرة القدم فالجدول في رمضان أن بعد الفطور ييني الباص كنت ألعب في نادي الأهلي ييني الباص وعلى طول نروح النادي ولعب وتمارين لين اخر الليل ارد هلكان لين اليوم الثاني والجدول يعني شي كان يكون ونقول اللعبه اللي دائما هي كره السله كره القدم كره القدم حتى كره السله بعدين لحظه كل بس انا ما يلعبوني قصير وايد خلوني برا ما اطلع الله يعطيك العافيه الله يخليكم استاذه سمر ما شاء الله عليك مبدعه متعدده المواهب راس مكاتبه وين تشوفين نفسك ما بين هالتعدد من المواهب ما شاء الله عليك وين بصمتك وين بصمتي؟ نعم هو بصي هو ان الواحد يبقى متعدد المواهب ديت يعني وانه فنان دي اساسي لان الفنان هو بيعبر عن او بيمثل صوت المجتمع نعم فان هو يعني انا بعتبر نفسي محظوظه الحمد لله ان انا بقدر ارسم وبقدر اكتب في نفس الوقت بس في مثلا احيانا في حاجات بقدر اعبر عنها بالرسم ما اقدرش اعبر عنها بالكتابه يعني لو انا برسم مثلا لوحه من لوحاتي لان انا برسم مثلا درويش لو برسم لوحه درويش ولو بصيتي للوحه ولقيتي الدرويش بالتنوره بتاعته مندمج قوي مع الباك جراوند الخلفيه بتاعته ممكن ما تحتاجيش تفهمي اي حاجه تانية لكن في اوقات انا ببقى عايزه اعبر عن مثلا حاله الدرويش افكاره واحساسه وهو في الحاله دي وهو بيدور في الملكوت ده فساعتها انا بضطر استخدم الادب مش الرسم فعشان كده بحس انه لا في ادوات يعني بتغنيني عن الرسم زي الادب فبحس فعلا ان انا محظوظه ان انا اقدر استعمل الاثنين في نفس الوقت يعني ما فكرتي تسوين روايه وداخل الرواية بعض من رسوماتك أحس أنه بيكون عمل متكامل أن أنت عندك الأدب وتكتبين وبنفس الوقت ترسمين هو ده فعلا أنا عندي كتاب اسمه جمهورية امرأة هو قصص قصيرة هو 15 قصة قصيرة كل قصة مستوحاة من لوحة من لوحاتي وكل لوحة يعني اللوحات حتى موجودة في الكتاب نعم جميل مبدع ما شاء الله محمد وين او خلينا نتكلم عن بداياتك في التمثيل بدايتي بعد بديت كنا من اليوع او شيء خلاص انا حتى اسمي اتوقع على فكره لان في الاستديو طلعت ريحه الاكل لا شوف لا شوف لا انا في الشارجه يا دوب فطرت بسرعه وحركت نفسي ما كملت شو السؤال عن الاكل كان؟ لا ما بعد اكل اولى صفاتك في التمثيل انا بدايتي بعد شوي بعد مضحكه مثل ما يقولون انا كنت مشاغب مثل ما تشوفون يعني حركي ومشاغب وايد وايه وما لي علاقه بالمسرح بس كنت احضر عروض في ايام الشارجه وفي استاذ اللي هو مشرف استاذ حبيب يعني مثل ابوي هو اللي اذا صرت نجم ان شاء الله يعني شكر له فهو يعني الصف وقال لي تعال المسرح بدال تلعوز الاساتذه وهذا تعال طلع يعني هايبر الاكتيف اللي عندك اشتغل في شيء ثاني ايه رحنا اجتمعنا يا ابو مشرف من الدائره قريت النص وحبوني وشافوا يعني شافوا فيني طاقه وبعد مصر اني اشغل قلت لهم بروح الصف شوي بلا بروح الحمام رحت ونمت يدورون علي ويدورون ما لقوني يا اصر هو انه لا ما نبغي يعني حد ثاني الا انت وسحبوني وسبحان الله غصت في هالعالم لدرجه ان يتني اصابه في ريلي صرت هو قال انه خلاص يعني بنوقف صرت انا اقول له انه لا لو بريل وحده بمثل لان سبحان الله المسرح يعني في مثل ادمان حلو ما يضر اصبح عندك شغف في التمثيل بالضبط ما اقدر يعني انا قاعد في المسرح
أو مع المسرحيين أكثر من أهلي. صحيح. ما أقدر. نرد لي لك سمر، كيف اكتشفتي موهبتك في التمثيل؟ في الرسم. في الرسم. ضيع شمال عمثل فعلا الحين الريحة شتت التركيز الصراحة. هو أنا والدي الله يرحمه كان فنان تشكيلي، وأنا يعني كنت بقعد جنبه من وأنا عندي 3 سنين، فأنا تقريبا بدأت أرسم من وأنا عندي 3 سنين أو 4 سنين. فابتديت كده يعني، وطبعا كان بيوجهني وكان بيعلمني، فتقريبا برسم من وقت صغير قوي يعني. من عمرك الصغير اكتشفتيها من حبك للألوان ولا من الرسومات وأنت طفلة؟ كيف؟ أعتقد يعني هي تقريبا موهبة ورثتها عن والدي يعني، وكنت بقعد أقلده وكان هو بيوجهني، فجت من هنا يعني. نعم. هذه في نتكلم عن هذه اللوحة بالذات. أنا شدت انتباهي أكثر هاي اللوحة دي. أنا بحب قوي أستعمل تقنيات غير التقليدية في الرسم. نعم. فاللوحة دي طباعة يدوية، والمرأة معمولة من أكياس الشاي المستعملة، شاي بحليب طبعا، مش أي شاي. فكرة جديدة. فعلا فعلا. أصلا هذا اللون ما يظهر أحس بالألوان العادية. بالضبط. صح؟ عشان كده هو أنا اكتشفتها بالصدفة يعني. كنت بشرب شاي بحليب، وبعدين التي باج اتقطعت ففتحتها فعجبني اللون يعني، لأن اللون مختلف، درجاته مختلفة، فجففتها وبعدين لزقتها على الكانفاس وابتديت أرسم عليها، فلقيت أنها فعلا مش محتاجة التكستشر نفسه يعني، التموجات فيها والألوان فيها عجبتني، فابتديت أعمل لوحات كتير بأكياس يعني الشاي. يعني هاي الحين كلها أكياس شاي؟ كل المرأة أكياس شاي، بس الخلفية معمولة طباعة يدوية. ده تقنية تانية يعني، بتاخد وقت طويل بس النتيجة يعني مبهرة بالنسبة لي. الوقت اللي خذته معاك يعني هاللوحة تقريبا؟ أسبوعين شغل كل يوم. بس دائما الفنان أحس إذا اشتغل على شيء خاطر أنه يخلصها بنفس اللحظة. لا طبعا لا. يعني انا بتحتاج وقت، لان انا يعني في خطوات لازم استناها عشان تنشف. احيانا في بعض التفاصيل يبالها وقت وايد، ما تقدرين تخلصيها. لازم استنى تنشف عشان الخطوه اللي بعديها ابتدي فيها، فما اقدرش اشتغل فيها على طول يعني. نعم. محمد، ليش اخترت المسرح مع ان التمثيل التلفزيوني اسهل من التمثيل المسرحي؟ وشو كان شعورك يوم وقفت اول مره على المسرح؟ والله يعني المسرح هو اللي اختارني، لان يعني احس ان ما كنت اصلا مسوي حساب لليوم اللي انا بكون فيه ممثل، فمثل ما ذكرت القصه فالمسرح هو اختارني. وبالنسبه لتارك بهالموقف اللي ذكرته يعني موقف صار، وكانوا اسباب يعني هم استاذ حبيب أسباب. والمشرف و في مشهد حقيق بنشوفه الحين. خلينا نشوفه، نستعرض المشهد. المرء غريقا، انظروا حطام الف سفينه والف رجل تنهش الاسماك لحومهم. لقد رايت جواهر كريمه لا تقدر بثمن، وقد استقرت بعضها في جماجم الموجه. نظرت في تلك الحفر التي كانت فيما مضى مستقره للعيون، ارى فيها نفائس البحر خاشعه من تلك العيون، تتطلع كالعاشق في قاع البحر وظلماته، تتطلع كالعاشق في قاع البحر وظلماته. دور هذا محمد، خلينا نتكلم عن أول مسرحية. هذه مسرحية ما بعد الإنسان، وطبعا قصة ريتشارد الثالث، وكيف أنه حاول يمسح أي حد قدامه عشان السلطة. وأنا كنت يعني في هذه اللحظة أن أمثل الحلم، لأنه كان أن دور أخوه الصغير. نعم. وكنت مسجون، وبالحلم اشوف هذه الاشياء، اشوف يعني المونولوج هذا، فبعدها قتلني هو
وهذه المسرحية وبالذات هذا الدور وايد قريب لقلبي طبعا. أمسي على في رسالة معينة كانت تحملها هالمسرحية؟ بالضبط رسالة يعني خلينا نقول يعني سياسية نوعا ما. نعم. أو يعني أشياء مو حاب يعني. الله يحفظك. أنا عندي سؤال حقك محمد. سوري كنت بكح. دوم يوم نوقف على خشبة مسرح لتقديم شيء أنا أو سهام أكيد عندنا تقريبا مدة دقيقة توتر صحيح. أيه. رهبة. أيه. رهبة المسرح تشوفين فوق فعلا. أيه. روسهم فعلا. هل تيك هذه الرهبة وكيف تقدر تتغلب على هذا الخوف تقريبا أول دقيقة أو دقيقتين؟ بالنسبة لي أو بالنسبة لأي شخص إذا ما تي الرهبة هني المشكلة. هاي الرهبة إذا ما يت ففي خلل ما الرهبة إذا يت هاي شعر هذا شيء طبيعي. أيوة ففي نصهم حسب طبعا الخبرة وايد يعني تنقص أو تقتل من هاي الرهبة تنقص من الوقت. يعني مثلا المبتدئ ممكن تكمل معاه وايد اللي عنده تجارب ممكن من أول حرف أو أول رياكشن أو أول تواصل مع الجمهور ينسى بالضبط تروح الرهبة بالضبط. ويعني حسب ومثل ما قلت الخبرة بس احنا يعني قلت انه هو شيء طبيعي يعني الكل صح اكيد صادق. فعلا اذا ما طبيعي. اذا الرهبه ما يتفي خلل فعلا. لان احس الرهبه فيها شوي يعطيك احساس بالمسؤوليه بالضبط. صحيح. اكيد استاذ سمر تعدد المجالات الفنيه معك ما شاء الله يعني والمواهب هذه كيف اثرت في حياتك الاجتماعيه والفنيه؟ هو بصراحه يعني اثرت قوي في حياتي الاجتماعيه لان طبعا كنت بحاول ان انا أوازن بين حياتي الاجتماعية كأم وكزوجة وإن أنا أبقى فنانة في نفس الوقت. بس طبعا لقيت كل أهلي وجوزي وبناتي وكانوا بيسندوني جدا. يعني المعارض اللي أنا عملتها كان يعني في منهم جوزي كان بيسافر معايا ويشيل معايا اللوحات ويعني ويتبهدل معايا يعني الزوج الصح. يعني آخر معرض بصراحة كان في أمريكا يعني كان يعني اتبهدلنا بصراحة لأن كان معايا لوحات كتير وكان لازم أشحنها وكده. فهو بصراحة عمل مجهود جبار يعني نقول وراء كل مرأة عظيمة الحين رجل عظيم. هو بصراحة كان معايا معرضين بس يعني بس والله ما عليهم يعني أسحب رجعت لورا شوية أسحب المقولة. لا 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 طبعا هو سندني كتير يعني. فهي بصراحة يعني هو مهم جدا إن في الحياة الاجتماعية إن الواحد يلاقي حد يسنده ويقف معاه ويأمن بيه يعني. فالولاد فعلا الشخص يعني يصادف عثرات يتعثر فهني لازم يكون حد واقف معاه. لازم 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 يكون في حد يسنده ومؤمن به لازم. صح. اكيد طبعا يعني هذا هو الايمان فعلا. محمد منو قدوتك في التمثيل المسرحي؟ دوم عندنا قدوه نقتدي فيها. والله يعني هو واحد وبالنسبه لي يعني بيتم هو هذا الشخص الأستاذ أو الفنان مرعي الحليان لأنه هو مش بس يعني الموضوع أكثر من أنه بس قدوة. يعني هو قريب مني أكثر من أبوي الحقيقي أكثر من عائلتي وصاير لا إراديا هو أول شخص يعني مسك إيدي ويعني صاير لا إراديا أقتدي فيه وأقلده في أمور حتى في طريقة النقاش حتى في يعني أتفق معه وايد متأثر فيه. ففعلا يعني ما أدري كيف بس هو فعلا قدوة حقيقية. و السبب بس لأنه آمن بموهبتك بالضبط هو يؤمن بالشباب ولا معجب فيك كشخص كتمثيل بالضبط. ويعني قاعد يغرس فيني وجهات النظارة في المسرح أو في الفن فقاعد يغرس فيني وصاير بين اتفاق وايد يعني ما اعرف يعني كيف اوصف هذه العلاقه بس. نعم. فعلا يعني الشيء اللي اتمناه ان شاء الله ان هاي العلاقه بس تستمر ان شاء الله انا بكون فنان حقيقي ان شاء الله. كل التوفيق لك. وبالنسبه يعني للفنانين يعني على المستوى العربي طبعا احب عادل إمام. إيه عادل إمام. إيه لأن عنده يعني فعلاً.
برياكشن خاصة. برياكشن ممكن يضحك وانا احرق وتعب نفسي وهذا يلا اضحكوا ولا الناس مو مفتكرين روحوا. ايه فهو برياكشن هذا فهاي هاي الميزة. هذا صحيح بالضبط يعني حتى بدون ما يرسم ابتسامة على وجهه بس نظرة يضحكنا. وعلى المستوى العالمي حتى انا مهووس بالباتشينو يعني اتمنى له الشارع الثاني بس اسوي له شيء ويرفع ايده لو يسلم على شخص ثاني بتشقلب بتروح له نفس ما المشهد هذا. ما شاء الله عليك استاذ سمر. يقين الانسان بنفسه او ثقه الانسان بنفسه هو اللي يخليه يظهر ابداعه وموهبته ام المجتمع اللي حوله؟ اعتقد الاثنين. هو اولا لازم الانسان او الفنان عامه لازم يكون مؤمن بنفسه اول حاجه علشان طبعا يقدر يعكس دوت للمجتمع او للناس اللي حواليه. لان هو انا مؤمنه جدا ان كل فنان ليه رساله وهو بيعكس قضايا المجتمع. فلو هو مش مؤمن بنفسه ومش مؤمن بالقضايا دي ان هو يقدر يمثلها فاكيد مش هيقدر يعمل حاجه يعني. نعم محمد المعروف أن التمثيل التلفزيوني أسهل من التمثيل المسرحي، برأيك كممثل شو الأصعب وشو السبب؟ طبعا أبو الفنون المسرح صعب. وبالنسبة لي دوم يقولون يعني الحين بأمانة المنتجين صايرين يبتعدون شوي عن ممثلين المسرح، يقول لك بأي أوفر وتمثيل المسرح ولا والتلفزيون غير. لا أنا أشوف الموضوع بشكل ثاني، أن المسرح أصعب ويعني في أمور يعني مساعة. حتى ذكرنا موضوع الاسترسال وفي حالة معينة أنا أكون فيها ممكن تأذيني الحالة. في التلفزيون ممكن ينقذني المخرج شوية مثلا كات خلاص ينقذني من الحالة. بالمسرح في يعني في جمهور بالضبط. والمسرح خلاص يعني الشخصيه انا تاخذ حتى معاي وقت طويل في البروفات كيف تنرسم كيف تنبني. ف اي بالتلفزيون لأن ما تتقمص تقصد الشخصيه هذه بالضبط تاخذ وقت واتاذى يعني نفسيا. وبالتلفزيون لا يصير الموضوع اصلا اسهل لي لان بالمسرح جسد يعني شغل الجسد يكون اكثر الشغل الصوت. النفسي وايد. بالتلفزيون ايضا الحفظ بالضبط لانه شيء وايد صعب انك تحفظ مشاهد كامله. وايدين يقولوا لي انه كيف هذا هو الموضوع اذا حبينا شيء خلاص نحفظ الأحيان. بالضبط يعني لان عادي الجمهور يعطيك كلمه وانت تكمل معاه. يعني هو الموضوع بالنسبه لي انه اذا حبينا شيء خلاص بنحفظه. صحيح حابين النص اي شيء نحبه نبدع خلاص. انت حبيت وترجمت هذا الاحساس في التمثيل. استاذه سمر كيف ترجمت احساسها بالكتابه؟ بصي انا باعتبار ان انا عشت في كذا دوله عربيه فانا في تناغم تام مع قضايا المراه فهو ده اللي انا بحاول اكتب عنه وبرسم عنه. فبحاول أعبر عن القضايا دي يا إما بالكتابة يا إما بالرسم. زي ما كان في كتاب جمهورية امرأة هو كان عن سلسلة لوحات كانت مهتمة جدا بقضايا المرأة والحاجات طبعا اللي بتقرق المرأة بالذات في الوطن العربي. فحسيت أن أنا بعد ما عملت المعرض هو المعرض كان كمان اسمه جمهورية امرأة فحسيت أن أنا لا محتاجة أسلط الضوء أكتر عليها. يعني حسيت أن في حاجات الريشة والفرشة ما عبرتش عنها كفاية فحسيت أن أنا الأحسن كمان أن أنا أكتبها. فعشان كده عملتها في يعني طورتها بقى قلت لا لازم أسلط عليها الضوء أكتر بالكتابة. فبالتالي طلع الكتاب ده وطلع كتاب تاني كمان. يعني هو في كذا كتاب عن المرأة أنا يعني المفروض تقريبا هكتب دلوقتي الخامس كتاب. نعم. بكتبه دلوقتي برضو عن المرأة. أكيد احنا طبعا أكيد بنرجع لك بنتكلم عن هذه الكتب وتسليط الضوء بالذات على المرأة لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل. مشاهدين تريونا بعد ما نرجع من هذا الفاصل. رجعنا لكم عقب الفاصل مشاهدينا وريحة الأكل
شو رايك سهام؟ فظيعه طبعا فظيعه. شو عندكم الاكلات بما انك انت قعدتي في الامارات طبعا موجوده في الامارات، شو الاكلات الشعبيه اللي حبيتيها في الامارات؟ اي اكثر حاجه بصراحه اللي هي اللقيمات اللي هي زي هاي شكلها العشق للكل لقيمات الناس لقيمات محمد لا تقولي لي قيمات احنا شيء ثاني هري ايه يلا فريد فريد اكيد بنتعرف اكثر على الاكلات الشعبيه مع زميلتنا عواطف في ركن الترعات. مساكم الله بالخير وحياكم الله ان شاء الله. تفضلوا بلي الرقاق جاهز وبعد شوي بعد نسالكم قيمات ما شاء الله اليوم الكل يبي القيمات اليوم. حياكم الله تفضلون ضيوف. لا تفضلي انت معاه. نحن نروح شوي عند أم محمد. قبل شوية كانت تكلمنا عن المسرحيات بعد لها جانب تراثي ومثلت هي مرة بمسرحية تراثية قولينا أكثر عنها. خلو أم محمد من زمان يمكن حين كم سنة يعني مسرحية حنة اسمها حنة اسمها بنية فقيرة هي وكان زوج يعني ويخص يعني كلها تراثية هي يعني عبارة من الماضي يعني حبتش لهذا الشيء فكنت أنا مؤثرة الصوت وانا اللي كنت اسوي الهازي ما شاء الله وانا كل شيء يعني كل حتى في اليوم عرضت المسرحيه كل انا يعني حضر الشيخ سلطان حضرها تعب الصراحه البروبات يعني كل يوم المخرج يسوي لنا يجيب لنا شيء فتعبت من كثر انا وين امنش اروح من دبي لين الشارجه ولا دبي يعني اسوي بروبات فالمجال متعب. هي خلينا هني في ركن التراث احسن. اليوم شوي بنسلط الضوء على الأكلات الإماراتية الشعبية الأكلات التراثية اللي للحين موجودة الحمد لله على السفرة. شو أهم أكلة تحسين لازم تعلمينها لعيالك بناتك؟ أرخص شيء وش أسوي شيء إن الخبز يتعلموا الخبز رقاق. بس ما تحسين صعب شوي؟ لا والله هم يعرفوا يعني يخبزوا بعد ما شاء الله. فمن تعلم مرة مرتين مثلنا إحنا يوم صغار أول مرة يوم صغار كنا بعدنا يعني شوفي كنا أول يوم صغار أمهاتنا يوم يخبزي خلوا لنا آخر الطحينة عشان شو نجرب عليها فالحمد لله شوي شوي شيء تعلمنا والحين العيال نفس الشيء بعد هي يتعلموا يعرفوا كل شيء يسوي والوصفات سهلة طحين شو يعني الطحين مع الماء مع شوية ملح تبغي تخليه يرتاح يعني كذا خمس دقائق عشان لين يستوي بعدين تخبزه وسهل سهل أهم شيء الخبز وهاي المكثف إحنا عندنا هنا ما كل حد يعرف المكثف قولي لنا الطريقة بعد نفس الشيء أنا طحين إحنا نسوي على الطحين حد بينسوي رقم واحد هو أحلى شيء رقم اثنين هي اللي يكون فيه النخالة ماله هي رقم اثنين أو اللي شو يسموه هذا البر هذا أحلى شيء في الخبز رقاق وفي المكثف لانه الرقم رقم واحد مثل المطاط يصير وهذا يكون اضبط يمكن هالاشياء او التفاصيل مو اي حد يعرفها لا وخصوصا خبز رقاق خبز المكثف ما كل حد يعني كل الامارات الحين بس بدوا يعرفوها ولا قبل ما حد الا بذبه والحصن منك يعني احنا عندنا نعرف وخلو ام محمد تختلف يعني من اماره لاماره يعني في الفجيره في دبي في ابو ظبي لا الأكلات الشعبية يعني هي نفسها ما تختلف لأن إحنا كلنا خليج وإمارات يعني واحدة دول الخليج نفس الشيء بس في مسمياتهم غير تختلف عن مسمياتنا وفي يعني تختلف بعد بنفس الطريقة ولكن هي نفس الشيء يعني هي بالنهاية هي 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 هي, هي بتسوي لنا مرة هي إحنا المتعب وشو بالمكثف إنه تعب العجينة وايد يعني تاخذ وقت وبعدين الفرد ماله يوم تنفرد التكسيف ما ادري شو شويه صعب يعني ولكن ما شاء الله يحبوه ياكلوا المكسر نخليكم تجربونها مره بنا بنيب ما عليه يوم واحد بنيب لكم هنا ما نقدر نسويها انا اليوم بما ان نتكلم عن الاكل الشعبي بعد بتعلمينا وصفات اكلات وايد شو من اللي تبينا الوصفات في الخبز اهم اكله في خبز في القرص المدقوق ما شاء الله هذا القرص المدقوق هذا الاولين كانوا يسووه يعني عجنوه بعد يعني العجينه تكون وايد هذا وحد منهم يسوي كان الاولين يسوي بعد على الفحم مثل البدو من هذا يسوي على الفحم القرص بعدين يجيبوا انا امي كانت تسوي القرص تجيب المغطى المشبه هذا يوم بعد ما تسوي القرص تحطيه في المكبه من داخل تجيب هذا الهول من هذا رشاد تم دك 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 لين يتفتفت بعدين تسوي عليه سمنة البلاد والشكر خلول تحسين كل العوائل شي يهتمون
ولا في ناس ولا خلاص في يعني مع التطور خلاص لا كل شيء جاهز نشتري من برا؟ لا 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 في عندنا احنا الحين لحد الان هذا اللي اتكلم عنه فعلا يعني يسوى في البيوت يتسوى في نعم البيوت. نعم يسوى يعني خاصة عندنا في المنطقة الشرقية حتى اللي يجيبوا من برا حتى اللي يشتروا هذا بس الاكلات هذه موجودة يسووها سواء برمضان او غير رمضان موجودة بس برمضان اكثر شيء الكل يحب شيء يركز على الاكلات التراثية اي برمضان عاد اكثر شيء يسوى بس في الفطر بعد نفس الشيء نسويها الحريم لحد الان في ناس تروح يتقهوى يبغى نفس الشيء احنا عندنا في جمعيتنا يعني في المركز اللجنه كل يوم نتجمع الحريم كل وحده تجيب اكلتها ما شاء الله نفرش سفره وش كبرها ويلا من الساعه 10 دار يتريقوا نيكم عيل حياكم الله رحب فيكم حبيبتي يعطيك العافيه الله يعافيك نحن اليوم بنتكلم اكثر عن الاكلات الشعبيه وعن الاكلات التراثيه اللي ما شاء الله يعني احنا نسميها اكلات تراثيه بس هي اكلات شعبيه موجوده لين الحين تربط الماضي بالحاضر دائما يقول لي ما له ماضي ما له حاضر والحمد لله نحن تراثنا دائما متجدد ونشوفه يوميا حلو نستذكر هذه الذكريات لكن الحلو اكثر ان هي موجوده بحياتنا اليوميه يعني مو مجرد ذكرى هي شيء نعيشه بشكل يومي وهذا شيء يخلينا نعتز حقيقه ونفتخر هني في دوله الامارات اكيد والاجواء تجي عواطف حتى في المهرجانات لو تلاحظين المهرجان سواء كانت داخل البلاد او خارج البلاد لازم يكون فيها ركن التراث ودائما في ركن تراث شعبيه نعم صحيح خارج الدوله نسوي اكل هي حتى خارج الدوله بعد أيه؟ مرات يكون في احتفالات سنة اسافر خارج الدوله ما شاء الله كل اكلات شعبيه اقول ايش السنه نسافر هي خارج الدوله ما شاء الله لا المانيا فرنسا نصير يعني حتى بايام الوطن ياخذون السفر وفي اقبال عليها في اقبال يلا الاجانب وايد يحبوا الاكلات الشعبيه خصوصا القيموات هذه نسوي لهم قيموات خبز رقاق ما شاء الله هي نسوي قسم التراث نحن نروح للقسم الثاني الحين الله يعطيك العافيه وبعد شوي بنضيفكم ان شاء الله من فوالتنا ان شاء الله بتضيفين ضيوفنا هي اكيد الله يعطيك العافيه بنرجع لكم الحين طبعا اكيد واحنا نسولف او هم يسولفون عن الاكلات الشعبيه ذكرتي اكيد اكلات شعبيه بعد في مصر طبعا خلينا نتعرف ونتعرف على يعني اكلات شعبيه اكيد عارفين يعني احنا نعرفها بس المشاهدين أنا أحس أكثر شيء أعرفه هو الكشري وألذ شيء الأكلات الشعبية ولا الأكلات اللي الشعبية. في اللي بناكلها دائما في مثلا في رمضان هي الأكلات الشعبية اللي في رمضان اللي تكون خاص يعني معروفة هاي أكلات مصرية شعبية اللي تكون في المطاعم الشعبية المعروفة هناك لا اللي في رمضان ما بتبقاش كشري يعني في رمضان الناس بتاكل أكل تقيل معرفش ليه يعني بتبقى طبعا المحشي والملوخية والفتة لكن الاكلات الشعبيه اللي هي بتبقى بقى فول وفلافل وكشري والكلام ده ممكن يبقى في السحور يعني لكن مش عارفه ليه هو الناس فاهمين كده مفهومهم ده من زمان ولحد دلوقتي ان حتى في الفطار لازم يعملوا سفره ما حصلتش وكل الاصناف الاكل بتتعمل المحاشي والطبق الرئيسي والطبق الرئيسي لازم في اول يوم لازم محشي وبط مثلا يعني لازم اكيد يعني وملوخيه طبعا يعني اي هاي يمكن علشان يمكن الفوائد الغذائيه وشيء انه لا مفروض تكون وايده محمد خبرنا عن الاكلات اللي انت تفضل انها تكون على في بيتكم يعني على طاولة الإفطار. أنا والله وهي تسولف عن الأكل وشيء تخلصت التمر اللي هني. والله يعني أنا أفضل الثريد. أحب الثريد وما أحب عاد أثقل وهذا مو بأكيل يعني مثل ما تقولون مو بأكيل. فاللي موجود أكثر شيء. الثريد بعدني مصر ما ادري ليش كان حد محافظني الحلويات ها الحلويات شو تفضل تحب القيمات غير القيمات يعني كل شيء اي شيء حلو اضرب عليك بالعافيه عليك بالعافيه بس هسه بنرجع مره ثانيه للمراه جمهوريه المراه لماذا اخترتي المراه دائما هي تكون في قضاياك او في كتاباتك وفي رسوماتك زي ما قلت لك ان انا بعتبر ان الفنان له رساله وهو بيمثل المجتمع فبالتالي بيحاول ان هو يعبر عن قضايا اللي في المجتمع اللي بتؤرقه او اللي هو حاسس ان هي محتاجه ان يسلط الضوء عليها فانا بالنسبه لي كانت اللي هي قضايا المراه او المشكلات اللي بتؤرق المراه فعشان كده هي دي الحاجات اللي انا بحاول عبر عنها سواء من كتاباتي او سواء من لوحاتي من خلال لوحاتي نعم. وساعات بحس ان انا يعني بعبر عنها في نفس الوقت يعني
بالاثنين زي ما عملت في كتاب جمهوريه امراه، وكمان في كتاب ثاني اسمه حديقتها السريه. الاثنين بيتكلموا عن قضايا المراه، والاثنين لوحات ومستلهمه، يعني قصص مستلهمه من اللوحات. اكيد نعم. احنا نشوف هاي اللوحتين الثانيات بعد نعم، تحس كانها لها روحها قصه. هو اول لوحه يعني واحده بدون عيون. انا محتاره بهذا الشيء، انا ليش الاولى بدون عيون؟ هي اول لوحه اسمها فوضى، اعتراض على شيء. فوضى يعني هي قد ايه هي مضطربه، وقد ايه جواها زي فوضى عارمه ومش ممكن اي حد هيحس بيها. فمن كتر الفوضى دي انا مش قادره احدد بالظبط، مش قادره ارسم ايه اللي موجود. فعشان كده قررت انها تبقى حاجه سبتها للمشاهد اللي هو ممكن يفضل باصص وهو يتخيل. كنتي تشعرين بهذه الفتره بنوع من الفوضى علشان ترجمتيها في هذه اللوحه، ولا لا يقدر الفنان كرسام انه يرسم شيء هو ما يشعر فيه؟ لا بصراحه، هو كل لوحه انا برسمها بكون بمر بحاله معينه، بحالة لازم يعني لاني والا ما بقدرش يعني مش بعرف امثل يعني. هي اكيد سوري طبعا داخل عيال عادي. لا انا قصدي ان انا الحاله اللي انا بمر بيها لازم بحاول احطها على الكانفاس وبتطلع صح، لان يعني لو انا عايزه اعمل حاجه مش حاسه بيها مش هتطلع صادقه يعني. يعني مثلا هاللوحه انت قلتي خليتيها بدون عيون، ان كل شخص يشوفها وهو اللي يترجم، يعني كل شخص مثلا انا على حسب حالتي النفسيه اترجم الاحساس اللي تبين تنقلينه حقي. بالضبط. بالعكس هذا احس احلى يوم يكون مفتوح. صحيح. عمق. أيه؟ واللوحة اللي تحتها، اللوحة اللي تحتيها اسمها كلام ما تقلش. حسيت كأنها كاليباترا شيء شيء. يعني هو هي اسمها كلام ما تقلش، فهي يعني المفروض ان هي كلام كتير قوي حواليها، وبالتالي كمان اخترت ان انا اعمل شعرها مجعد كيرلي علشان قد ايه يعني اتس عايزه اقول ان هو جذب الانتباه، مش لفت الانتباه بس ان هو من كتر ما في حاجات كتير جدا بتدور في دماغها ممكن كمان تكون اثرت على شعرها يعني. فيعني والكلام اللي حواليها والزنتانجل اللي هي الخطوط اللي حواليها دي كمان تمثل برضو الكلام اللي ممكن يكون ما تقلش في علاقه، ما تقلش في مقابله، ما تقلش في قصه او كده يعني. حلو. نرد لمحمد، اشتقنا لصوته صح؟ بس محمد ايش رايك في الرسومات فعلا؟ فعلا جميلة والله، والحلو بالموضوع أنه وراء كل لوحة في قصة، وفعلا الفن رسالة مهما كان شكله. فعلا. محمد، هل شاركت بأحد المهرجانات الفنية، خاصة أن الحين أصبحت منتشرة بشكل كبير؟ هل قدمت أحد الأعمال المسرحية في أحد المهرجانات الفنية؟ هي كل الأعمال اللي أشارك فيها في المهرجانات، وطبعا والدنا الشيخ سلطان مو مقصر يعني، حتى على المستوى الوطن العربي غارس وايد مهرجانات لكل فنان، وعشان شي عنا بالامارات يعني خلينا نقول وايد مهرجانات. ويعني انا كممثل عندي فرصه، اول ما اخطي عندي فرصه في 3 أو 4 مهرجانات. مهرجان الامارات لمسرح الطفل شاركت فيه، و أيام الشارجة، والمهرجان الأعظم تقريبا بالدولة المسرحي، مهرجان دبي لمسرح الشباب، والمهرجانات ما تخلص. عشان كذي أغلب الفرق دائما مشغولة بالمهرجانات، يعني كل فرقة تستعد وتروح تشوف النتائج، الشهادة في هذا المهرجان، تحط العمل وتشوف النتيجة. الله يعطيك العافية، موفق دائما يا رب. الله يخليك. أستاذة سمر، بنرجع لجمهورية امرأة، هذا العمل الفني، خلينا نتكلم أكثر عنه، تبغى تتعمقين أكثر يعني تتكلمين عن هذا العمل، عن جمهورية امرأة. هل هناك امرأة معينة كانت في ذاكرة سمر، أو كل امرأة موجودة في العالم نقول على أرض هو الواقع؟ جمهورية امرأة زي ما قلت لك ابتدى كمعرض، وهو بصراحة كان هو سلسلة لوحات أنا عملتها، لاني اتعرضت لمواقف من خلال صديقاتي وناس معارف، كانت طبعا كل واحده فيهم كانت مرت بتجارب، مش عايزه اقول كان المجتمع يعني غير عادي، وراء كل امراه قصه بالظبط، ظالم ليها يعني. فبالتالي حسيت ان انا لا يعني غصب عني لقيت نفسي برسم كل واحده ليهم ليها لوحه يعني. منهم كانت لوحه كان اسمها الصرخه، كانت لوحه، يا ريتني كنت بعت لك الصوره ليها. كانت هي بتصرخ وكان في كلمات بالخط العربي، قد ايه ان في عارفه لما
يبقى في ليبلز او مثلا كلمات بت بت بتقيم المراه، زي مثلا سمره، تخينه، مطلقه، مدخنه. فالحاجات دي لو مثلا في الوطن العربي عندنا او في التقاليد بتاعتنا، لو قلتي على واحده ست كده تحسي انها اتوصمت بيها يعني. فدي لوحه مثلا من اللوحات يعني. في لوحه تانية كنت عاملاها برده، كانت عليها يعني هي ست وعليها على وشها باركود. كان بالنسبه لي ان كان في واحده برده كانت صديقه وكانت اتطلقت وكانت برده بتمر بظروف كانت مش لطيفه، فحسيت قد ايه ان الباركود دوت اللي هو كانه السعر، ان هي دفعت سعر ودفعت ثمن في حياتها، وباين على وشها ان هي خلاص دلوقتي بقت مطلقه والناس وصمتها بالاسم ده، وكان الخطا منها ايه بالظبط. يعني فكذا لوحه يعني السلسله بتاعه جمهوريه المراه كانت اللوحات دي كانت كلها بتتكلم عن حاجات بتمر بيها المراه في الوطن العربي، وكانت وجعاني قوي بصراحه. فعملتها معرض وبعدين حسيت انه لا بقى، لا كمان هكتبها قصص يعني. فبالتالي طلع الكتاب ده. يقال بان الكلمات اللي يكتب ينزف كلمات، واللي يرسم ايضا ينزف مشاعر واحاسيس. شو الاقرب لقلبك كان اكثر، الرسم ام الكتابه؟ وشو اكثر شيء يعبر عن احاسيسك تحسين ان ظهرت احاسيسك ومشاعرك بشكل صح؟ بصي، هو السؤال مش عادل بصراحه، لان انا برسم من زمان قوي، وعشان انا درست ادب انجليزي فطول عمري برضو بكتب بس بلغه مختلفه. بس عمري ما فكرت ايه اللي اقرب لقلبي، اذا كان الادب ولا الرسم. اللي يعبر عنك اكثر يوم تكونين متضايجه، فرحانه؟ بصي، هو على حسب اللي انا عايزه اعبر عنه، هو دوت اللي بيطلع ساعتها. الفرح بشو تعبرين عنه، رسم ام كتابه؟ رسم. الحزن؟ الحزن بيبقى كتابة. يعني غالبا بالظبط كده يعني. وساعات بعبر في نفس الوقت بالاثنين يعني، ممكن ارسم لوحه وفي ساعتها اكتب برضو وراها قصه قصيره يعني. نعم، الله يعافيك. محمد، بما انا قاعده اتكلم عن المراه وكذي، تشوف من المراه، هل المراه مبدعه اكثر على المسرح ام الرجل؟ في المسرح. سؤال قوي على فكرة. هيقول الرجل طبعا. الرجل طبعا. لا شوف عاد احنا كلنا حريم هني. انتبه. لا بأمانة يعني بالمسرح عندنا تقريبا نقص او فقر في يعني في ادوار المرأة. شوف هو قاعد يجاوب اجابة دبلوماسية ما يبي. لا بالعكس يعني. لان الاغلبيه رجال، وعندنا يعني فقر كبير ترى من ناحيه الممثلات. نعم. ما عندنا وايد ممثلات بالمسرح. نعم. وبالعكس يعني نتمنى ان المراه تكون حاضره اكثر حتى منا، لان مثل ما تسمعون الهام. سهام، شو رايك نروح؟ اي انا تمثل. شو رايك بعد الروح؟ يا انت بترسمينهم على خشبه المسرح ونحن بنبيع. خشبه الادوار. لا كسمه كتابه تعطيك الدور وكل شيء، تكتب لنا الحوار والسيناريو وكل شيء. لان مو بس نحن كرجال عندنا قضايا وعندنا هموم، يعني انا كرجل اليوم بي سواء بكتب او بالف بكتب بصوتي وبهمي، ما بكتب بهم المرأة. بس كل قضية فيها مرأة. إيه أكيد. إحنا موجودين في كل مكان. أيوة. بالضبط. عشان شيء يعني بالعكس يعني نتمنى إن في 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 بنات أو المرأة تكون حاضرة عشان صوتها ينسمع أكثر، ونعرف شو قضاياها، شو تبي تقول. مو شرط قضايا، شو تبي تعبر. أكيد. إيه. سهام. وين بنصير؟ بنروح لعواطف. ناكل. شو رايك عواطف؟ جايين ناكل. نحن مجهزين خلاص. لما اكلتوني بخلص السمر. فوالتنا جاهزة. جاهزة فوالتك خلاص؟ لما اكلتوني بخلص السمر. خلاص جهزت لكم فوالة. على فكرة يوعتونا. بس بقول لكم عواطف سياسية تراها. عواطف سياسية. اللي يبي هني. بنتي سياسية، انت قاعدين تسولفين عليهم ما تخليهم يتقهون. لا يتفضلون. هي اليوم سياسة، انتم عادي هي بتسولف عليكم وتتقهوا. ان شاء الله. حياكم الله. يلا تفضلي. خالتي أم محمد، نرجع شوي لموضوع التراث. يمكن قبل شوي تكلمنا عن الأكلات الشعبية، عن الخبز، عن هذه الأشياء، بس ما تكلمنا عن الجانب الآخر اللي هو الحلويات. بعد تشتهر دولة الإمارات بالحلويات مثل الساقو. هاي الساقو من الحلويات يعني، يعتبر الأولين ما عندهم
كان عندهم أول يسوي هالمحلبية اللي يسموه الكستر، كانت بالأول بعد فيه يعني، بس ما كان يسوي الحليب ولا شيء، بس يسووها كذا ماي مع الهاي ودوبوها وحطوها على الوشو، بس كان فيه. ولكن الساقو هذا المشهور يعني عندنا احنا، العصيدة، البلاليط، الخبيصة، العصيدة اللي في العصيدة الخبيصة المنفولة، والعصيدة المشر اللي هي تتشرب بالصحن بالسمنة، يسووها بالصحون يعني، سواء من الطحين أو الحين بعطى السمنت هذا اللي طلع الحين يعني، بس وتتشابه مع دول الخليج، تتشابه يعني كل شيء. هي أقول ليش تتشابه، هي الأكلات بس المسميات تختلف يعني، مرات تكون هي نفسها بس الاسم. الإمارات دولة الإمارات هي نفس المسميات، لكن دول الخليج تختلف يعني مسميات مع المسمي، فنفس الشيء بس تختلف. بس يعني مع الأيام صرنا إحنا نأخذ منهم أشياء. أشياء وهم يأخذوا منا أشياء يعني، بدينا التبادل. هي نفسنا الكويت مثلاً قرص عقيلي أو الرنجينة، هذه الأشياء الحين هني بدت بعد. نعم، ونفس التبادل يعني، صرنا بلد واحدة يعني. صحيح. كل حد حتى بلاد برا، مش بس الخليج. حتى مصر هذا يعني بدوا يتعلموا من اكلنا، واحنا بعد قلنا نتعلم من اكلهم. صحيح. يعني نعرف نسوي يعني، وصرنا نتعود بعد نتعود على اكلاتهم، وهم تعودوا على اكلاتنا، احنا نحب اكلاتهم، هم بعد يحبوا اكلاتنا، فهذا صارت المجتمعنا كل واحد. شو اكله تراثي، اكله مصريه تحبيها؟ الهاي شو اسمه، الكشري. الكشري بعد شوي، بعد شوي بيقولون، بيقولون لنا طريقه والله الكشري. الكشري تسوينا؟ أنا ما أسوي، بس أكله. أنا سافرت مصر وكانت لي صديقة هناك، فدائما تسوي، أطلب منها يعني تسوي الكشري، فعجبتني يعني يوم تسوي. وتجربين أنت بعد تسوين لهم من الأكلات الشعبية؟ أكلاتنا الشعبية هي. فهنا يومين عاد ربعنا اللي كانوا مصريات متزوجات هنا، فيسوي الكشري ويسوي المحشي، يسوي هذا ناكل عندهم يعني. وتجربين وياهم؟ هي والله حلو. اليوم شو كانت الفالة؟ فالتنا في البيت. اليوم سوي الهريس، مثل ما قلت لك الهريس والفريد. هذا الاساس يعني، هي هذه الاساسيه يعني. والخبيص والعصي يعني، كل انواع الاكلات الشعبيه من غير الحلويات يعني، هذا الكستر والجيلي والمهلبي يعني، كل شيء اللي يحبونها الكل. هي موجود. ليش هي ترتبط برمضان يعني؟ ليش نتري رمضان عشان نسوي هذه الاشياء؟ مثل الحين مثل الكستر ما وايد نسوي احنا بايام الوش، ولا الجيلي ولا الكريم كراميل، الاكثر شيء وشو برمضان. ليش ما اعرف يعني رمضان، لان انا يعني الواحد وده يعرف ليش، بس بعدين يقول يمكن عشان اللمه، يمكن لان كل حد يتيمع او شيء جديد يعني. رمضان عندنا يكون بن يجدد فيه اشياء حلوه يعني، نحس في طعم رمضان انه في اشياء اكلات غير يعني، مثل هالشيء. حتى الحين مثل البيمتو والماء اكثر شيء يكثر في رمضان يعني، يسووه في البيوت رغم انه موجود، بس يعني احس كانه مو موجود. اي والله صدق يعني، مثل اي شيء يعني تشوفيه برمضان، ويا ليتهم يشربوه ولا شيء، بس يتم. اي بس المهم انه يكون موجود، شيء يكون نحن مطمنين موجود. هي يعني الحمد لله رب العالمين. خالتي ام محمد، في مره بعد احنا نبي تسوي لنا، شو اسوي يعني تسوي لنا شيء، انت شاطره يعني ما شاء الله. اليوم خالتي ام سعيد مسويه حقنا رقاق، يعطيك العافيه. مساء الخير حبيبتي. مساء الورد. الله يعطيك العافية والصحة. شو سويتي لنا اليوم؟ اليوم سويت لكم خبز بالسمن، وخبز بالجبن، وخبز بالبيض. قبل اليوم غير عن الحين ولا هذه هي نفسها؟ لا احنا هذا ولا يعني، معهم البيض مال الديار، ما عندهم من الدكان ولا شيء، ومعهم السمن ومعهم الجبن. الجبن ما عندهم، عندهم جبن مال البقر ما يتسوى على هذا، يسوى البيض والسمن بس. وحتى السمن في البيت يتسوى. الجبن يحطوه دائرية كذا ويفرموا بصحن بروح. هي وصحن تكون من هذا لا من الكامل، يقطف الحليب يحطوا منه الجبن. هي لأنها أمي أنا كانت تحط ماي وبعدين ياكلوا مع الخبز، لأن أمي تحط جبن تقتل هذا غوض مال السمكة اللي يسموها القبابة، وتحطي كذا دوائر كدائرة وتفرموا يعني لين، وسوي هذاك اليقت يعني الكامية، يطبخوا أول يخضوه ويطلعوا الزبدة، وبعدين يخضوه، بعدين يطبخوا الكامية. من طبخوا الكامية يعني زادت عنهم، نشفوها بصينية ولا عصر رود كما هذا مال سعف، وخلوها وغطوا عليها بأي معهم شيلة ولا أي شيء معهم، المهم تي بس عشان ما شيء يسبح عليها ولا شيء، بعدين أحطوها بعد بفخار. وخلوا الحين تسوينه؟ هي الحين نسوي موجود معنا ما شاء الله. البارحة يجيب لكم لبن، بس ما الله كتب نطلع وانا نسينا بالسيارة. بنجربه بالأيام الجاية إن شاء الله. بجيب لكم الكامية وبجيب لكم إن شاء الله يعطيك اللبن. هلا
والزبدة. الله يعافيك. يعطيك العافية. نحن متواصلين ودائما وياكم في برنامج فوالة بهذه الليالي الرمضانية المميزة. ننتقل وياكم لفاصل ومن بعد راجعين. حياكم الله مشاهدينا ورجعنا لكم. بنكمل سوالفنا ببرنامج فوالة مع الفنانة التشكيلية سمر كامل والممثل محمد الإسحاق. ايه مو غلط. لا لا انا اكلتي خبرت عليهم. حبيبتي محمد، اكيد في عثرات واجهتك صعوبات وانت في بدايتك في التمثيل او ما زالت، يمكن كيف قدرت تتغلب على هالامور كلها؟ والله في يعني صعوبات، بس يعني خلينا نكون شوي واقعيين. بالامارات الشيخ سلطان وابونا يعني ما مخلي اي صعوبه تواجه اي فنان او بالذات الممثل المسرحي، بس العثرات والصعاب يعني تكون في البيت. مثلا وين رايح؟ يعني شو بتكون عاد الامام؟ اقعد قعد مكانك. يعني لا الساعات يقللون من تقريبا قيمة اللي أسويه، بس مع مرور الأيام شافوني أسافر وشافوا الناس تحبني وعندي معارف فاستسلموا وقالوا لا يعني بالضبط في هدف. إنزين عندك أهداف وأكيد عندك حلم أنك تمثل مع ممثل معين يجمعك في عمل عالم شو؟ لأنه ما أكلتي. لا لا أكلت، أنا شفتها أكلت. هل أني كلت؟ هل إيش مثل؟ أنا مخلص نص الأكل، أنا اعترفت على الهواء. إنزين منو الممثل اللي تتمنى يجمعك ويا عمل؟ هني يعني ولا وين كان؟ وين ما والله لسته كبيره، خاف اذكر حد. وهذا حلمك انت حرفي، ما حد بيحاسبك. والله مثل يعني على المستوى المحلي عشان اكون شوي واقعي، او يعني في ممثل احبه وايد هو مروان عبد الله صالح، نمسي عليه، ما ادري نصبح ما ادري الساعه كم. المهم فحاب انه يجمعني عمل معاه، او بس اكثر شيء حاب ان اشتغل مع المخرج محمد العامري ومع مرئ الحليان. بس يعني بس عيد تسمعني ها، ابغى اشتغل في مسرح الكبار معاك في عمل جاي، مو مسرح الطفل. بس عيد تسمع وحاب مع هال يسمعك يسمعك. كمل كمل المايك وياك عادي. وبالنسبه للتمثيل مروان عبد الله لاني اشوفه حسبت مروان. لا لا كلي كلي مروان عبد الله. مروان عبد الله ومروة احمد. ما اخاف اذا قلت مروة برقد على الرصيف اليوم ما بدخلوني البيت. الله يحفظك يا رب. استاذة سمر ما شاء الله عليك قدمتي وايد معارض عالميه، تقريبا 60 معرض كذي. كل هالمعارض قدمتي فيها رساله واحده؟ اقدر اقول لك لان انا يعني مركزه قوي في قضايا المراه. نعم. فتقريبا كل لوحاتي زي ما كتاباتي برضو كلها عن المراه. فالمعارض العالميه والمحليه. نعم. والمحليه يعني اعني بيها مصر والامارات، لان انا بعتبر الامارات. نعم. هي وطني الثاني يعني. كلهم نفس القضيه المراه. وتجوالك هذا من بلد لبلد هذا اكيد اعطاك خبره. طبعا، لان انا عملت معارض في تقريبا جميع انحاء العالم، يعني في امريكا وفي طوكيو وفي الصين وفي امستردام برشلونه. كل يعني كل دول لها ثقافتها. بالضبط كده، يعني في كل دول العالم تقريبا، يعني لفيت تقريبا كتير المعارض، فعملت تقريبا اكثر من 60 معرض. ف يعني ديت فعلا قد ايه حسيت بفرق نظرة العالم للفن عن نظرة الوطن العربي للفن بصراحة عندنا. يعني إن شاء الله، يعني أنا بتمنى أن يعني فنانين زيي يرتقوا بالفن في الوطن العربي ويبقى نظرته مختلفة ولي، يعني لأن أنا عارفة حاسة فعلا أن الوطن العربي مش بيبص للفن التشكيلي زي ما بقية العالم بيبص له. يعني
محمد الو مركز ويانا؟ قاعد بعد كم؟ لا اوكي انا اموري طيبه انا جوا بيرقد. شو العمل اللي تتمنى او الدور اللي تتمنى انك تمثله وما مثلته؟ وايد يعني لا ما بنرجع له بسعيد وايد. تعرف شو احب فيك الرياكشن؟ ايه انا وايد اشوف عادل امام. وايد اشوف عادل امام قلبه متروسه. شو الدور اللي تتمنى تسويه؟ الدور اللي هو عكس شخصيتي، يعني شخصيتي مثل ما تشوفون حركي وخفيف دم، اتمنى اني اكون خفيف دم يعني. أكيد خفيف دم ما شاء الله عليك. بس اتمنى الشخصيه اللي تي عكس يعني الدور عكس شخصيتي. الشخصيه قويه مثلا او جاده مهما كانت او مهما كان هم الشخصيه تكون بعيده عني، عشان يوم اي ابنيها او ابحث عنها فعلا احس ان بتحس انك بتتقن الدور. احس انه وايد صعب ان واحد يطلع من نفسه. الحلاوه في الصعوبه، هذا هو التحدي. بالضبط هذا هو التحدي. هني بقدر اقول ان انا فعلا فنان وممثل، لكن نعم. الشخصيه اللي تكون قريبه مني ما بتعب فيها في البحث، ممكن الجهد ان تدرس نواحي هاي الشخصيه وتتقمصها انها سهله. صح. اما الشخصيه اللي تكون قريبه مني ممكن تعبني في الشغل الجسد وهذا، لكن يعني. نعم. بالضبط في يعني الامور الخارجيه، لكن في الامور الداخليه نفسيتها وين هي وهذه الامور بتكون. يقال بأن الممثل يوم يتقمص شخصية يوم ينتهي من دور أو مسلسل أو مثلا دور مسرحي من الصعب أنه يطلع منه بسرعة يأثر عليه. هل هذا الكلام صحيح ولا برأيك أنه لا؟ والله هو صحيح، بس بأمانة يعني ما أدري يعذروني، هو بأمانة مو موجود عندنا يعني تقريبا بالخليج. لأن الموضوع صاير لأن في يعني ما في احترافية مثل يعني مثل الجوكر، ما أدري إذا معروف الجوكر شخصيته ودته للموت، فما عندنا هذا لأن خلاص نحن عندنا مثلا نستلم النص هالشهر الشهر الجاي العرض، اصلا ما راح نوصل يعني الشخصية اصلا تنمو مثل ما علمونا أساتذتنا في العرض الرابع وفترة البروفات، يعني مثلا في تونس وفي الدول المتقدمة ياخذون سنة، هذا ممكن يوصل لهذه الحالة. نعم. إيه ممكن لأنه عاش سنة ولكن يقال أن هذا الممثل انتحر يوم أدى الدور عقب الانتهاء من بالضبط ما قدر يطلع من الشخصية، ما قدر. وطبعا هاي صعب تكون عنا إلا ممكن بعد ما يعني ما أدري يصير عمري 90 ألف ممكن الله يطول بعمرك تعيش ألف إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذة سمر، في تحديات أنت بعد واجهتيها في كتاباتك للأدوار معينة في قصصك؟ لا ما أقدرش أقول إن في تحديات معينة، لأن يعني في دور كتبتي وفعلا حسيت في صعوبة إن في شخص ثاني مثلا إذا تحول إلى قصة أو تحول إلى مسرحية. أنا ما جربتش أكتب سيناريوهات، بس اللي أنا بكتبه اللي أنا بقدر يعني الكتابين اللي هما كانوا أقرب لقلبي فعلا اللي هو جمهورية امرأة، لأن هو كان مستوحى من سلسلة لوحات. نعم. وحديقتها السرية كان 10 قصص قصيرة، دي كانت مستوحاة من قصص حقيقية. نعم. أسرار حقيقية لأصدقاء أو ستات أنا عرفتهم يعني، فهي دي كانت الصعوبة طبعا. يعني اضطريت طبعا ان انا اخد اذن كل واحدة ان انا اقول حتى الاشخاص اللي حواليهم. بالضبط. لا طبعا يعني هما مش يعني طبعا ما قدرتش طبعا، ما فيش اسامي قلتها طبعا، بس كل واحدة كانت عارفة ان انا بكتب قصتها او حتى مش قصتها بحذافيرها، بس اتليست مستوحاها من قصتها، لان كل قصة طلعت بيها او الناس اللي لما قروا الكتاب طلعوا بعبرة يعني. الحمد لله الكتاب موجود هنا بيتباع في بوردرز وفي كينيكونيا، ف ولقى يعني تقريبا الطبعة الثالثة دلوقتي الحمد لله في مصر. لامس الواقع. بالضبط هو واقع يعني كي. كلها قصص واقعية الحمد لله. سهام بستغل ناحية في شخصية محمد جريء، أحسه
والكلام كله يطلع من قلبه، يعني شخص عفوي مشاكس. مشاكس فعلا. رسالة منك للفنانين الكبار علشان يهتمون بالمواهب الشابة، يصقلون مواهبهم، يساعدوهم على دخول المسرح والوقوف على خشبة المسرح. خذ راحتك. ممكن انتقل هناك. لا والله ما أعرف من وين أبدأ، لكن يعني ما أدري. يلا اللي فيها فيها. يلا اللي فيها تفضل. محمد كلنا أذان صاغية، تفضل. يلا ما علي، أدري بعقب أتصفيج بقول توراد بتقولين ما يخصني فيك مغلق. التلفزيون فجيرة موجود على فكرة. يلا. بيتك. والله أتمنى يعني ببعض المنتجين أو المخرجين يتركون موضوع مثلا الأحزاب. أنا خلاص أنا الفنان الفلاني عندي هذه المجموعة وخلاص، ما بكتشف، ما بتعامل مع أشخاص ثانيين. لا صحيح، غلط. نحن بنضيع، يعني أنا بقعد في البيت، يعني أنا الحين أنا طاير، مرعي ماسكني باكر مثلا، إذا مرعي مثلا ترك إيدي أو صار له ظرف أنا أقعد في البيت، ما يصير. لازم أشوف مليون مرعي قدامي، مليون أب، مليون شخص ماسك إيدي، مثل ما الشيخ سلطان يوم يمسك يدين كلنا، ما يقول الفنان الفلاني ولا الفنان الفلاني. فمحتاجين يعني دام إنه هو الأب هذا، محتاجين أكثر من سلطان أو سلطان في كل فنان. نعم. بالضبط، مع التعامل مع هذه الأمور. فإذا تركنا موضوع الأحزاب بالضبط وتركنا وصرنا كلنا فنانين الإمارات، مو فنانين مجموعتي ومجموعة فلان وعلان، وفي موضوع ثاني أن خلاص في ممثلين جاهزين أنا بتعامل معاهم وأعرف أتعامل خلاص. لا، نحن محتاجين حد يتعب معنا، محتاجين نتعلم، محتاجين نوصل. ممكن انت لو تعلمني وتقف معي اصير لك احسن الممثل اللي صحيح. انت سوبر ستار مالك مثلا. ها بديت اخورها غير ستار. محمد بخبرك سالفه وايد لذيذه. يلا. اللي ما صارت جاهزه على فكره، صارت جاهزه. يعني احنا اخرناكم، خذينا علومكم ما شاء الله، فالحين ضيافتكم جاهزه، فركنا ترى. تفضلوا مع زميلتنا عواطف. حياكم الله. ليديز فيرست. تفضل. حياكم الله باسم التراث. هم اول ما عندنا اكيد، بس كل عنا وعنكم. وانت ايش لكم مروه؟ ما عليك. نعم الحين بيوصلك حبيبتي. حياكم الله قسم التراث. هني ننسى، ما في مقابله، ما في ما احنا ما نضغط عليكم. اوكي هني شيء نقعد نستانس مع بعض. سلم. اسعد الله مساكم. تفضل. هي تفضل. مساكم الله بالخير وحياكم الله بقسمنا التراثي، منورينا. نور نورك والله. من متى أستاذة سمر في الدولة في الإمارات؟ من 25 سنة. من 25 سنة، يعني خلاص تعودتي على الأكلات التراثية. مش كلها، بس أنا أجي أكتر حاجة بحبها طبعا الحين. الحين بنضيفك إن شاء الله. دقائق الحين أول ما يجهز بنحطيلك من أول صحن. تعلمتي تسوين هذه الأكلات التراثية؟ طبعا دي أعرف أعملها. تعرفين تسوينها ما شاء الله، مع ان في ناس يقول تصعبه، مو اي حد يتقنها. لا لا لا، لا بحبها، فلازم اعرف اعملها. ما تترين لين حد يجيب لك. لا لا لا. وفناننا الفنان المسرحي محمد اسحاق، اول شيء نورتنا، وبعد الجيمات ولا لا؟ خبز رقاق. خبز رقاق. حاضرين الحين بنضيفكم خبز رقاق والجيمات. واليوم نحن دائما نتحيز للتراث، ودائما بقسم التراث نحب هذا الجانب، سواء استاذه سمر او استاذ محمد. يعني انت بالمسرح وانت بالفن تحب انك تركز على جانب التراث. يعني نبدا مع الاستاذه سمر، تحبين ترسمين هذه اللوحات اللي تعبر عن التراث، تنقل تراث بلادك لبلدان اخرى؟ اكيد طبعا. يعني أنا مثلا برسم لوحات عن المرأة وبرسم الدرويش، فالدرويش عندنا ده من التراث.
دايما بتلاقيهم في الاحياء الشعبيه، في الموالد، في الحته دي، فبالذات بالتنوره بتاعتهم الملونه. فانا عندي لوحات كتير فيها درويش يعني. وبالنسبه للتراث الاماراتي، يعني رسمتي لوحه تعبر عن هذا التراث، لفت نظرك شيء معين حبيتي؟ لفت نظري طبعا، بس بصراحه خفت ارسم التراث الاماراتي. حسيت ان انا يعني لا، يعني من اصحاب التخصص. حسيت ان انا احسن ارسم التراث المصري. ما جربتش بصراحه ارسم التراث الاماراتي يعني. ما جربتي؟ قبل شوي خالو ام محمد قالت انها ودها يعني اكثر اكله تحبها الكشري. فكري صار في تلاقي. وأستاذ محمد يعني أنت فنان وفنان مسرحي، ويمكن كانوا قبل شوي البنات يتكلمون أن المسرح أصعب عن التلفزيون. جربت أو فكرت أنك تنقل تراث الإمارات؟ والله السؤال وايد مهم بأمانة. عن ساعة سمعت أمي الغالية تقول في مسرحيات قبل وتراثية، في شيء جدا سيء قاعد يصير. هذه المسرحيات التراثية اللي ممكن تمسهم او تمس اللي يدي او امي او يدتي اللي اكبر مني مو موجودة، يعني هم بعد لهم الحق يشوفون هالمسرح. بالضبط، فهني المشكلة. انا مالي عذر يعني، ما بطلع بعذر، بس الحين ما اعرف يعني. دوم يعني وايد بتلقون اذكر الاستاذ مرعي دوم هو يتكلم عن هالموضوع، انه ليش بعيدين نحن عن يعني مثلا سواء همومنا اهالينا، ليش حتى هم لهم الحق يشوفون المسرح. صحيح. يشوفون التراث، ليش التراث ينتقل للاجيال؟ بالضبط، ينتقل بهاي الطريقه راح ينتقل. لكن بعد اعذرونا، يعطيكم العافيه. الحين خلينا نبعد شوي عن اجواء اللقاء. ايه. والتوتر والاسئله. ايه احسن، هناك ورطوني. شنو فطرتوا اليوم؟ شو كانت فطوركم؟ ورطتوهم؟ ايه خلاص، انا بقعد في البيت الحين. ما بيترمون هني خلاص. لا سولف، ما بيرجعون. لا بيردون. لا قرروا بترمون هني. شو تفطرتوا اليوم؟ شو كان؟ انا فطرت ملوخيه بصراحه. ملوخيه مصري 100%. مصري صرف يعني. بالارانب ولا؟ لا لا، بالفراخ. لان احنا دائما نسمع اول ما اي مصري على طول بالارانب. ملوخيه بالارانب، دي لا دي يعني زي سيجنتشر كده عندنا يعني، بس مش كل الناس بتحبها بالارانب يعني. احنا بس بالمسلسلات على طول ملوخيه. ملوخيه بالارانب دي حاجه يعني الدليكسي المفروض. بس انت بالفراخ. واستاذ انا اكلت برياني ربيان. انت شكلك ما فطرتش اساسا، انت عمال تاكل من ساعه ما قعدنا يعني. لا لا، اكلت برياني ربيان، بس انا مثل الكامري شغل الوالده. اذا نمت لا، جيت عند ربيعي عبد الله الشالوبي ضيفني والحمد لله. حلو هذه اللمات. ايه بالضبط، استغليت اليوم انه جاي اللقاء وضيفني ويترياني برا بعد الله يخليه. يلا بنضيفكم جيمات ورقاق. هذا انا جاي البرنامج عشان هذه اللحظة. جاي عشان تاكل انت. سوقي الدبس. ويعطيكم العافية. وحلو حلو قسمنا صح؟ أيوة طبعا، حلو قوي قوي. احنا ما نبي البنات يزعلون، كنت بقول لكم انه احلى عن قسمهم. ما نبي حد يزعل اليوم. مبتسمات عادي. اكيد عايزين يجوا يقعدوا معنا بس مش راضيين، مش قادرين. لا احنا بتوصلهم الضيافة دقايق. مستانسين؟ اهم شيء. وتكلمنا يمكن عن الاكلات التراثيه اليوم الاماراتيه، وخالو ام محمد تكلمت عن اكلات يمكن مش متوفره وايد او مو وايد يسوونها. تفضلوا. شكرا. احنا بنخليك تجربين بعد اشياء جديده. تفضل تفضلي تفضل. خلاص قسمنا صار احلى. خلاص مش هروح ثاني لك. يعطيك العافيه. بالعافيه ان شاء الله. وبنخليكم تجربون بعد خالو ام سعيد الرقاق. هذا بعد هذا شو؟ عصيده. عصيده بعد، جربوا العصيده. استاذه سمر جربي ال نبي. هي نبي كفاش بتوصل بالايه؟ القفشه. اوكي. وبعد رقاق. شكرا. ايوه يا جربوا ال وهذه السمك. بالعافيه الله يعافيك. باكل دي بالعصيده.
لا مو شرط، هذه بروحها والعصيدة بروحها، بس نباتي تجربين العصيدة يمكن مو مجربتها من قبل. واضح ان محمد لان بعد في بعض الاكلات يمكن تكون تراثية بس ما يعني ما تلاقينها دائما، تكون موجودة بس اكثر شيء في رمضان نفس ما قلنا قبل شوي، لان رمضان اكثر شيء نركز على هذه الاكلات. تفضلوا. ما ادري انتم شو تحبون بس بشكل عام كله حلو، كله حلو اكيد. يلا قولوا لنا رايكم اهم شيء. جميلة طبعا. بنطرش لكم عليكم. لا لا انا جعت، انا جعت صراحه، هسه طالع الحين الاكل وطالع مروه. محمد بالعافيه. الله يعافيك محمد. بالعافيه عليكم محمد، وانت جاي كلوا عنا وعنكم. جبت طاسه العصيده زين. استاذه سمر، قبل شوي كنت تتكلمين عن هذه اللوحه وقالوا البنات انه باكياس الشاي. ايوه. هو ملفت جدا انه باكياس الشاي، خاصه التدرج. بالضبط، تدرج الالوان. فكيف سويتي التدرج؟ هو اساسا لان هو شاي بحليب، فلما الـ الكيس نفسه بتاع الشاي او بتفتحيه وبينشف، لان هو شاي مش شاي بس، شاي بحليب، فبتبقى الدرجات بتاعه اللون مختلفه بين الشاي وبين الحليب، فتفاوت الدرجات الاصفر والبني والبيج، فعشان كده مش بحتاج احط الوان كتير عليها. هو بس من بس الوان الشاي بالضبط، يعني بضيف ابيض خفيف قوي، فهي كلها شاي، يعني تحسي شاي بلبن بقى. جربتي تسوي باشياء ثانيه يعني لما ضبطت معات سويتي بالشاي؟ بما ان احنا هني يعني قاعد ناكل، خطر في بالك شيء بعد من الاشياء الثانيه؟ لا يعني تحسين انك جربتش اطبخ بقى في اللوحه يعني. يعني ما جربتش اعمل حاجه. في ناس بترسم بالقهوه، بس انا حسيت ان اكياس الشاي اسمه التكستشر بتاعها يعني الملمس بتاعها عاجبني اكتر، يعني باين قوي، تحسي انها يمكن بارزه شويه، مش 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 ملساء يعني اللوحه. صحيح. اخوي محمد، الجيمات رقاق احنا نحبها وايد، بس بالنسبه تجرب انت تساعد الوالده تسوون في البيت تتعلم؟ والله بامانه لا لا. ايه لو تسمع الحين صريح 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 بتقول وين ساعدني هذا هي، فانت ما راح تقول انا اساعدها. ايه انا صريح. ليش ما تفكر انك تتعلمهم بعد تشي ويا ربعك يوم تطلعون؟ ما مو بس عزايم يعني، احنا بعد نجرب نسوي. والله اتمنى فكرة. ان شاء الله وعد ان شاء الله اني اسعد. خلو ام سعيد تعلمنا اليوم. ايه يا ريت. تعلمنا جماعي. اهم شيء عيبكم قسم التراث. وايد جميل، مش عايزين نروح هناك تاني. في اي مكان في اكل عادي هنا خلاص. عادي حناكل حناكل. اتقهويتوا؟ لا اتوقع الدلة عندكم ما شاء الله. بيون هني بيت كمان قهوتهم. عطشنا الحين توهقنا. ما عليكم الدلة عندهم، هم خلوا الدلة عندهم عسب لا يكون كل شيء عندهم. بتجمعون هني على ماخذينهم ماخذينهم يعني رادين عندنا رادين. مضطرين عشان القهوة. لا تسلم ايديك ويجنن ما شاء الله. بالعافية بالعافية. خل يقول دلتين قهوة هي قال هي في بعد دلتين قهوة يعني احنا بعد عندنا قهوه اطمن. يعني عندكم قهوه؟ شوف اساسرت اشتراها. لا والله اول ما اساسرتها قلت اكيد قالت في دلي شيء بعد ما دله وحده. عواطف وعدتيني ان اكل من عندكم لقيمات. حاضرين حاضرين. دقايق حسيتي شيلي بيج. هي جاهز خليها قلت. استاذه سمر، جربتي القهوه العربيه؟ طبعا احب عيب عيبت بحبها طبعا قوي قوي، لان في ناس بالنسبه لهم طعمها غريب لانها تكون شوي شقره او يعني غير عن في ناس مش بيحبوها علشان الحبهان، يعني في ناس مش بيحبوها عشان الحبه الهيل اللي هو اسمه الهيل. لا بس انا بحبها طبعا قوي يعني. يعني بشكل عام الاكلات التراثيه وهذا كلها تحبها؟ بحب الثريد برضو بس مش بعرف اعمله طبعا فباكله. يعني في يوم بنخلي خلونا محمد يسوي. اديني الطريقه بقى. خبرينا خبرينا عن عن الطريقه. الثريد الثريد لازم يطلع صالونة دياي او لحم يعني. هي صالونة دياي او لحم؟ لحم يعني. ونحطيها يعني اول يعني احنا في ناس يعني كل واحد بطريقته. هي بتاخذ يعني وقت بس كثير صح؟ انا بالنسبه لي انا اول احمر الدياي بروحه. واخليه يصوب. بعدين احمس البصل. واقطع عليه الطم الثوم. طبعا انتم المدكوك. وبعدين اسوي عليه الطماطم. وإذا في بطاطس أحط عليه بطاطس عشان يستوي. بعدين أتوح الصالونة سواء لحم أو دياي أسويها على عليه وبهره عاد أحط فيه الإبزار العربي شو اسمها الكمون اللوم اليابس الأشياء هذه يعني وبعدين أسوي عليه الصلصة وإذا كان عندنا الصبار إحنا عندنا صبار بعد الحامض حامض نسوي عليه
بعدين اعطيهم اسوي مرقه شويه عليه وخليه يستوي، يعني عشان البهارات تستوي مع تطلع الرايحه مع الدجاج. بياخذ وقت قد ايه بقى؟ ايه بياخذ وقت شويه، الدجاج انت بتحمريه ما بياخذه، يعني بياخذ ليش ممكن ساعه كذا على النار يعني. اوكي. تخليه اول مع البهارات لين يستوي تطلع ريحته، بعدين تزيدي عليه المي عاد. تعلمت بتخلي. الطريقه ولا صعبه؟ لا لا مش صعبه، لا والله. والله؟ بس حاب اجربها، اذا بس احاول اجربها. اذا تريد يعني اخوي محمد تخلي مي شويه صح يعني يمكن في يوم انت تسوي حق الوالده تكون خفيفه ميتها. ان شاء الله. طيب مع الفريد. اوعدك اجرب. احنا الشباب بس ناكل الخبز هذا وكبي عليه الفريد، هو حار. الصالون تكون حاره عشان يدوب يعني. كان بارده لا ما بيتم يعني ياخذ وقت، لكن يوم حار احسن. هقرب يلا جربي وخبرينا، اهم شيء تخبرينا بالنتائج. اكيد اكيد. يعطيك العافيه. شو بعدكم ما بلعبتوا تيوني؟ لا احنا بنترى ايام ويونا. اه انتم بعدكم عندكم امل. اي عندنا بعدكم. تفضلوا ما بيردون. خلاص شكلهم ما بيردون. نرجع شكلهم. لا تفضلوا خليكم ياس هني جلسه اريح. انا بس لطيفه عواطف. انا بسال محمد هذا اللي عدالك شو يسمونه هذا؟ هي شوف في جوجل. في جوجل بيسوي جوجل. اوكي يا محمد جوجلت يلا. ما ادري التلي. ايوه تسوي التلي. التلي 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 تلي سهلة صح؟ السؤال طلع كان سهل. سهل محمد كل أستاذة سمر جربتي اللبس التراثي الإماراتي بعد؟ لا. اللي فيه تلي ويمكن قالت لنا أمس عنه خالو أم محمد، هو فيه تفاصيل وألوان وايد بس ما جربتي. لا ما جربتي. بنخليك تجربينه بعد. والله؟ هي بنخليك تجربين. بنخلص كذي وبخليك تجربين. اللي هي دوم ما شاء الله خلو ام محمد تجيب لنا القطع يعني مسمياتها يعني في بطيره في بنيره في صالحني في الاطلس في المميز. بطيره وصالحني؟ هو كم صالحني في هي يعني مسمياتها وايد وتيله بنفة حب الحراره يعني في اشكال في بعد في ناس واحده تقول لي في عندهم الحسني وباطيع يعني في بعد في يعني ما الاحساس مال الاول طيب الوان عشان لا في هذا اللون الرئيسي للتلي هاي بطيرة هذا اللون هاي بطيره اللي هو انه لون اللي هو اللون اللي يكون سيلفر رصاصي اوكي ابو طيره هذا القطعه هذه بطيره والسروال هذا بعد بطيره لا انا عبالي اسامي بنات وبلبس التراثي والثياب بعد الثياب عندنا الثياب المشهر عندنا الميزع حبينا دبي هاي يسموه الميزع احنا نقول الثوب المشهر كم لون فيه عندنا الثوب بديل في اشياء مشتركه في شفي في لبس عربي في اللبس العربي اللي هو الاصيل العربي اللي هو يعني الكندوره تكون لها التخرص اللي هو هذا القدام هنا يسموه البدن الجنان هنا ليه باط يسموه مثل الباط يحطوا ليه هذه كندوره عربيه الخوار هي على جنب ومفتوح وهنا ليه لسان مثل اللسان يفصم هذه الكندوره العربيه الاصليه الثوب العربيه الاصليه بعد المشهر او حتى وما مشهر ليها ذيل ذيل طويل يسووا له وليها باط من تحت هذا هي يعني الاصل التراث احنا بعد شوي بعد اما هذا الحين صح انها يعني بالطيره وهذه الاصل يعني هي القطع والمخور والتلي هذا اللي عليها يعني صح لكنها مش هي التراثي اللي هي التفصيل الاساسي يعني زي الامارات هي تغير تطورت مع الايام هاي يسموها الياقه حد يسميها ياقه يعني الكندوره يعني مثلا الياقه يسموها يعني في بعد لها مسميات بس انا نسيت انا حافظه وايد مسميات بس نسيت رمضان شو بنخبر استاذه سمر شكرا شكرا ام محمد واستاذه سمر واستاذ محمد نورتونا اليوم في برنامج فوالا يعني ميرسي قوي قوي وايد استانسنا بس والله نحن احنا والله مبسوطين قوي فعلا بالعاده الجميله دي يعني تسلم ايدك تسلم ايدك تفضلوا بشو يعني هي لا تستحون بعد لا والله مش مسحيناش ولا حاجه الفوات وايد يا بنفتح عشان تفاول كنا مع بعض تشرفنا فيكم والله اللقاء كان جميل شكرا ودائما الاوقات الحلوه تمر بسرعه اي بالضبط اكيد
الله يعطيك العافيه عواطف ومروه. الله يعطيك العافيه عواطف ويعطي العافيه حق خالاتي وحق ضيوفنا اكيد. فعلا نورونا. نعم نورتونا كلكم. فناننا محمد عبد الله اسحاق ممثل وايضا سمر كامل فنانه تشكيليه نورتونا اليوم في برنامج فوالة وعواطف. يعطيك العافيه وكلكم يعطيكم العافيه وغلبتينا وخليتي ضيوفك. فعلا خذيتي ضيوفنا وخليتيهم وياك. الله يعطيك العافيه. مشاهدينا وصلنا للختام. اتمنى ان شاء الله حلقه اليوم عجبتكم ونشوفكم باكر ان شاء الله او تريوننا باكر ان شاء الله بنفس الموعد. نفس الموعد. تصبحون على ألف خير. مع السلامة.